وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. الله سبحانه وتعالى عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. من عظمته سبحانه وتعالى أن الأرض جميعا بما فيها من بحار وأنهار وجبال وأودية كلها تكون قبضته يوم القيامة، وكذلك السماوات على عظمها وكبرها وسعتها مطوية بيمينه سبحانه عز وجل. من عظمته أن كرسيه وسع السماوات والأرض، ومن عظمته سبحانه وتعالى أن فضله عظيم، فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم وأن يحب وأن يعبد وأن يخاف وأن يرجى. وعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب سبحانه وتعالى في القلب.